معانا اتصال من هنا. احمد من هنا. السلام عليكم حاج احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا بحضرتك يا استاذ سامح. في صوره انا اللي كلمتك عنها قلت لي هات اسمك. لا انا مش سامعك لو سمحت. ها؟ علي صوتك بعد اذنك. بقول لك في صوره اللي هي كلمتك عنها قلت لي هات اسمك. سرقه؟ ترعه. ترعه. ترعه؟ مالها الترعه؟ الترعه دي حضرتك اسمها ترعه الشروق، متفرعه من شرق الدفنيه الشرقيه. دي ترعه الجرو اللي هي في مغرغه في قنا؟ لا في قنا حضرتك. ترعه الجرو اللي في قنا؟ ترعه الجروف الف لام جيم راح واو ف. الجروف. حاضر. دي محتاجه تطهير، في تعديات عليها؟ تطهير وفي تعديات عليها حضرتك، ونزرع لجعه المياه الجوفيه تجي عليها. طيب يا حاج احمد، هو صوتك مش واضح، ولكن احنا وصلتنا المعلومه ان انت بتطالب بتطهير ترعه الجروف في قنا. شكرا يا حاج احمد. المفروض في الفترة دي يبقى في تكثيف لتطهير الترع والمصارف، بحيث ان ان شاء الله الموسم الشتوي ما يبقاش عندنا مشكلة، ويبقى في انتظام في الترع. يبقى يعني بنطالب المسؤولين عن الري في جميع المحافظات النظر يعني للترع واتخاذ معاها خطوات اسرع. احنا عارفين ان في حملات المفروض ان هي تنزل كل 3 اشهر. اعتقد ان في الفترة دي محتاجين ان احنا نبص للمشاكل الموجودة عندنا في الترع، واحنا هنتابع برضو مع وكيل وزارة الري بمحافظة قنا علشان ترعة الجروف.